هو الإحرام؟ هو الدخول في النسك، وليس قصد مكة للحج والعمرة، وبينهما فرق. والفرق يتضح في أن شخصا خرج من بيته في المدينة مثلا متجه إلى مكة، ولما خرج غير رأيه في منتصف الطريق قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يتلبس بأعمال الحج والعمرة، هل عليه شيء؟ الجواب لا، هذا نوى عملا صالحا فله أجر ما نوى ولا يلزمه شيء. لكن إذا دخل في الإحرام، إذا دخل في النسك فلبى، عند ذلك يختلف الحكم، ليس له أن يرجع، بل لابد أن يتم. وهذا هو الفرق الذي يتضح بين الصورتين.